طيب يا سارة ماشي، بس ممكن تلبسيها الدراس البينك وتنزلوا عشان انتوا اتأخرتوا قوي. طيب يلا باي. بقول لك ايه صحيح، لو حصل اي حاجة والنبي كلميني على طول وقولي لماما برضو. ماشي يلا سلام باي. هاشتاج بورينج. يا هلالة يا اللي هنا. في ايه يا جماعة؟ شكرا يا جميله والله انك خليتيني اجي، بس ليه خليتيني الف اللفه الطويله قوي دي الف حوالين نفسي يا بنتي؟ ده انا طلع عليا ديب وتعلب وانا بمهاراتي يا عش بقى. عش كفايه فتح. خلاص خلاص. طب انتوا ليه قاعدين هنا ده كله؟ عليكوا طار؟ خايفين من حاجه ولا ايه؟ لا احنا مش علينا حاجه، مش احنا اللي كدبنا على ناس وعملنا حاجات وكده يعني. بقولك ايه يا جايده، انت لو عندك حاجه ممكن تقوليها لي في وشي على فكره. الز انا ماليش في الجو الرخيص اللي انت بتعمليه ده تماما. وات انت ازاي اصلا تتكلمي معايا بالاسلوب ده؟ وبعدين جو ايه وحركات ايه؟ اذا كان اللي قايل لك المعتز هنا والمفروض بقى ان انت تشيلي لي الجميله دي بدل ما تقعدي تتهميني ان انا عماله بلقح بكلام وجو ده. انا لو كنت نادله كنت اتصرفت تصرفات تانية خالص. حلو قوي، انا بقى عايز اشوف التصرفات التانية دي خالص. وريني كده اخرك يا جايده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بس ثانيه ايه جو الطنجنه ده؟ اهدوا. في ايه؟ اتهبلت تقريبا. في حاجه. عيب يا جماعه، وانتوا عيال صغيره ايه اللي انتوا بتعملوه؟ عيب ايه؟ انت بتكلميني انا هي اللي بتلقح بالكلام؟ انت حوله. مش احسن ما لقح بتصرفات؟ عايز تعرفي ايه الرخص بجد بقى يا جميله؟ الرخص ان انا صاحب اتنين في نفس الوقت وابقى مفهمه كل واحد فيهم ان انا معاه. انت قللت الادب. اوكي انا قللت الادب. وبتفتي؟ لا بفتيش. لا عشان انا قايله لكم ان انا وفارس بس صحاب. خلاص تايم اوت، ما حدش فيكم يتكلم الا لما نهدى. ممكن يا جماعة ده الراجل العرباوي اللي بره ده عامل لي كوبي يا قاش. مش عارفة ليه البنات مصممين قوي ان انا بحب فارس، واللي استغربت له هو انا ليه اتضايقت لما جايدة قالت كده؟ هل هما فعلا مفسرين احساسي غلط، ولا لان انا بضحك على نفسي زي ما هما بيقولوا؟ بس في كل الاحوال انا عمري ما هقبل اني اكون بنت مش كويسة او خاينة. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.